ها فاش غادي يدورسيه؟ جماعة يدور نهار مرة ذامن إن شاء الله يقضى عبر العوض من جديد من وضعي توتي حد نهار أول فاتح ماي 2021 يوذن معزولين عود من جديد فاش هذا بقى نغاثو ذرين انسان وزمان بضع بقى نقهر حسبنا الله ونعم الوكيل المسؤولين بني سيد اللوطا يجين يوذن معزولين حتى ذي رمضان وزمان هذا بقى نغاثو ذرين انسان فوق أقوم تمو بين ثوسين تيد فاش هذا بقى حنت وزمان بضع حن وزمان بضع حن فمش السيد يا صدر هذا يقف حوايز ما لي عضونا خويا دريس واش ما تاك حظ ضابنا ما باش كيما يسخن كرخو السلام يا عندي عاب يا اخي عاب كيما باش توري اش كديك سياني غنكسر انت من احسن ولا بوجهني قلاش ليش ما احسن عندك هذا حد يتشمو هذا الكامو تبداني انا فخيت دير وقت ما عليني شو خواتك تدير وقت من غير قلت هذا الشيء ايه الكارثه يا صاحبي نزد قوم الاخوان نزد على غفله باش نعذو غاد الشا نوفي غزان يحمرت لانه يحمرت زي بوكل ولا ماشي السن هذا هو هذا يكفي بو غزان ولكن يحمرت يبقى جواها نهار واحد زي خمسة 2021 دابا بقا غادي وغان مقطوعين غنكوا غاسي في شو ماضي السيف تو غير تنقضي اخويا ادري ذي السيف ذي شانس سبعة ثمانية وغير تنقضي عشاء ما تيريش شتي يقوش مع الاسف انا ويانا فين داشي النبي ولا ما يسغي المهم قوم الاخوان واد كيرتي بالعمين جديد نهار واحد 5/2021 يظن نظري اسم جمعي يكذيش نرفخ واش الزيت عدوني يوغان حما ذا مثل يوغان قوم هالكارثة نهار واحد 5/2021 يوغان وغاس البرق نضاف عادي زي غاعد من غاد شا اخو اقوم المسرقة ذاك يوغان وزمان وضعك حن نهار مع الاسف الشديد شين كجمعية جهوية لحماية أول من العبد التعزيل المسؤولين باش نركن الحل في أقرب وقت ممكن يواد كيرت باش إذا سكن يجن الجسر يجن المعبر باش الزيت عدوني وذان إما ذا نفكن زي العزلة
ماشي عشان جاك تصور. ماشي عشان جاك تصور. فين الحلال؟